السلام عليكم. تحت 50 درجة من الحرارة وتحت الظروف المناخية الصعبة من الرياح والتضاريس الوعرة الكبيرة الحجرية، تستمر الأشغال نتاع الشق الطريق السكك الحديدية بين مدينة تندوف ومدينة بشار على مسافة 135 كيلومتر، من ضمن المشروع نتاع 950 كيلومتر إلى حدود مناجم الحديد بغار جبيلات. إذا في هذا المشروع الضخم والاستراتيجي تستمر العملية نتاع الشق هذا الرواق، واللي يعني حسب الصور الرائعة من السماء لهذه الأشغال، فالرواق هذا ضخم كبير ويحتوي يعني على حسب الديمونسيونمون تاع يعني الحجم نتاعو. هذا الرواق هو ماهوش تاع خط واحد تاع سكك حديدية، فيه زوج خطوط للسكك الحديدية ذهابا وإيابا، وكذلك فيه رواق لطريق نتاع الشاحنات، طريق إذا بالخرسانة الزفتية موازي لخط سكك الحديدية. إذن هذا هو هذه هي الجزائر، وهذا هو الذكاء الجزائري، وهذو هما رجال الجزائر لي زون، هذو هما لي زون، وهذه هي أرض الرجال لا تير دي زون. إذن فلنتابع هذا التقرير الرائع واللي يعود إلى البارحة عن الأشغال الضخمة للقوة الضاربة. هذا هو المفهوم القوة الضاربة الذي نتكلم عليه، فنستمر فلنعمل كما نقولوا احنا القافلة تمر والكلاب تبقى تنبح. إذن هذه هي، أترككم في رعاية الله يحفظه، والسلام عليكم.